حظوظك. طب خلينا نروح على ماتش ليبيا وانجولا وليبيا، ده مهم. افضل فرقه عامله اعداد ليبيا، كانوا في معسكر في تركيا وعاملين ماتشات. بص ده بقى اللي بتكلم عليه. ودوريهم خلصان بدري، كل الناس رمت على انجولا والجابون ونسوا ليبيا. نعم. ليبيا يا كابتن الفتره اللي فاتت دي اول حاجه ما كانتش بتلعب على ملعبها سنين، بقى لها 7 سنين لعبت في مصر ولعبت في تونس ولعبت لما بدات لعبت على ملعبها اخر مباراه قصاد تونس غلبت 5 يعني خسرت 5 نعم. كانت اول مره تلعب على ملعبها. مظبوط. عملت اعداد في تركيا، لعبت فرق من قطر ولعبت المنتخب الاولمبي العراقي. مظبوط. لعبت تصفيات كاس العرب لانها من الناس اللي لعبت تمهيدي، اتغلبت من السودان. نعم. عاملين معسكر ومستعدين بشكل كويس جدا، والناس كلها تقول لك ان ليبيا بعيده. لا ليبيا مش بعيده، مش بعيده، مش بعيده. وهتلعب بعيد. هتلعب ماتشاتها في شهداء منينا اللي هي ملعب ترتان. نعم. اللي هو مش اي حد قديم. اللي هو محدش عارف يلعب عليه كويس، فبالتالي ما نغفلش المنتخب الليبي. طب ولا الجابون. التجميع بقى ما انا بتكلم على التجميع يا كابتن. ان النهارده اكسب الثلاثه، اتعادلت مع الثلاثه اللي بره كويس قوي، اتعادل اتنين واكسب الثلاثه بتوع حسب الفرقه ما تلعب بعض. لكن انا في الاخر مش مطالب بان انا لازم اكسب الجابون في الجابون. نعم. مش ثلاثه ده يحصل في الاخر. لكن في الاول لا، زي ما الزمالك كان بيلعب الترجي. لو تفتكر زي انا هديك مثل بالزمالك. مظبوط. لعب على الفوز بس في الترجي هنا. بالرغم لو كان اتعادل كان وصل. انا لما كنا موجودين مع مستر كارترون، ما كنا موجودين في البطوله. كان ساعتها احنا كنا بنلعب مازيمبي. مازيمبي هنا. فالناس طلبتنا ان احنا لازم نكسب. دي صورة ملعب، ده ملعب ليبيا، هو ده الملعب الترتاني يا جماعة. ده الترتاني القديم جدا. وده متعب جدا 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 للأسف الشديد. فكنا بنلعب مازيمبي هنا. مازيمبي كان كسبنا هناك في مازيمبي 3. فانت النهاردة كل الناس بتطلبك بانك انت تكسب مين؟ مازيمبي. نعم. احنا قلنا لا، ما انا لازم الفرقة دي تكسب، ممكن تكسبني هنا. خلاص انت بره. لا انا العب على ايه يا كابتن شوبير؟ بلعب على ايه؟ على التجميعة. ان انا ايه المشكلة اما اخد ايه المشكلة اما اخد من مازيمبي بونت؟ وعلى فكره لما تعلمنا مازيمبي احنا صعدنا من البونت ده. مظبوط. فعشان كده المجازفه مش مطلوبه في وقت من الاوقات. مجازفتك مش مطلوبه، اللي هو الاتزان زي ما بنتكلم عليه. جبت هدف وخلصت، خدت 3 بونت. جبت البونت يبقى كويس قوي في التوقيت ده، ان انا من اول ماتشين واخد منهم 4 بونت. موافق.